بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي كليات الطب والكليات الصحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم على البيرث ديفكت. التشوهات الجنينية، التشوهات الجنينية أو نقص في النمو والأعضاء وغيرها. بيرث ديفكت انكلود ايه؟ التشوهات الجنينية او الخلقية، ماشي، هتشمل ايه؟ فيتال ديث، موت الاطفال، كونجينيتال مال فورميشن، التشوهات الخلقية، جروس ريتارديشن، نقص في النمو، فانكشنال ديس اوردر، لخبطة في الوظائف. يبقى في البيرث ديفكت، ماشي، النقص الجنيني او النقص في الطفولة يشمل الموت، فيتال ديث، موت الطفل، يشمل التشوهات الخلقية congenital malformation، يشمل كمان أيضا gross retardation، نقص أو لخبطة في النمو، functional disorder، لخبطة في الوظائف بالنسبة للجنين. هنتكلم على الفاكتور responsible for birth defect، أو بمعنى أصح بمعنى آخر، إيه هي الكوزز بتاع البيرث ديفكت. تعالوا نشوف الفاكتورز أو الكوزز. نمرة واحد، environmental، عوامل بيئية environmental. نمرة اتنين، كروموزومال، حاجات جنينية، ماشي. نمرة ثلاثة، genetics، وراثي. يبقى العوامل أو الكوزز بتاع البيرث ديفكت حاجة طبيعية، حاجة جنينية، حاجة وراثية، يا إما جينيتكس يا إما كروموزومال يا إما انفايرومنتال. الانفايرومنتال كذا حاجة نعرفها: انفكشوس ايجنتس، راديشن، دراج وكيميكالز، ماتيرنال دايابيتس، وكل واحد من دول هنتكلم على شق فيهم. الانفكشوس ايجنتس هنتكلم عنه، والراديشن هنتكلم عنها، والدراج والكيميكالز هنتكلم عنها، والماتيرنال دايابيتس هنتكلم عنها. اما الكروموزومال برضه هنتكلم عنها، لان نيوميريكال واستراكشرال، والجينيتكس ميوتيشن اللي هنتكلم عنه. يبقى انا عندي دلوقتي الكوزس، يا اما انفايرومنتال يا اما كروموزومال يا اما ايه، جينيتكس. هناخد الانفايرومنتال وهنتكلم على كل شق. هنتكلم على الانفكشوس ايجنت، هنتكلم على الراديشن، هنتكلم على الدراجز والكيميكالز، هنتكلم على الماتيرنال دايابيتس. ركز يا واد، ركز معايا، سامعين؟ ماشي الكلام. ادي الانفايرومنتال، ماشي، ادي الكروموزومال نيوميريكال استراكشر، ادي الجينيتكس ميوتيشن. ها، ما اتحدنا لغايه دلوقتي؟ واضحه لنا لغايه دلوقتي. تعالوا بقى ندخل على كل واحد. انفايرومنتال هنتكلم على اربع حاجات، كروموسومال هنتكلم عن حاجتين، جينيتكس هنتكلم على الميوتيشن. يلا انفايرومنتال، البيرث ديفكت نتيجه الانفايرومنتال فاكتور. في حاجة بنسميها التراتو جينز. ايه هي التراتو جينز؟ التراتو جينز
عبارة عن إيه؟ environmental factor، environmental factor عوامل بيئية which can cause birth defect، عوامل بيئية ماشي اللي هي التراتوجينز ديت ماشي، environmental factor factors عوامل بيئية cause birth defect. الديفكت بتاع التراتوجينز دهوت، الديفكت بتاع التراتوجينز او الانفايرومنتال فاكتور اللي احنا عرفناه به، فيتال ديث احنا قلناه، كونجينيتال مال فورميشن قلناه، جروس ريتارديشن قلناه، فانكشنال ديس اوردرز قلناه. طيب الافكت اوف تراتوجينز، تراتوجين بيعتمد على ايه؟ التراتوجين ديت ماشي الافكت بتاعها بيعتمد على ايه؟ developmental stage، developmental stage at time of exposure. دي يبقى developmental stage مرحلة النمو اللي هي embryonic period most dangerous، most dangerous. يبقى احنا عندنا بنقول ان التراتوجينز دي ماشي بتعتمد على الستيج بتاع الديفلوبمنت، سواء في الاسبوع الاول الثاني، الامبريونيك فاكتور، الفيتال فاكتور ماشي، الحاجات اللي قلناها قبل كده. ولكن الامبريونيك بيريود هي الموست دينجرس، الامبريونيك بيريود هي الايه الموست دينجرس. لكن نو بيريود از سيف، كله معرض، كل مرحله ممكن تتعرض، مفيش مرحله امنه ابدا. نو بيريود از سيف. يبقى احنا التراتوجينز بتعتمد على ايه؟ الستيج وات تايم اوف اكسبوجر. نمره 2، الدوز اوف تراتوجين ماشي، الدوز بتاعته صغيره ولا كبيره، خد جرعه صغيره ولا كبيره. بعد كده الديوريشن اوف اكسبوجر تو تراتوجين، هل الجرعه اللي هو خدها ديت فتره طويله ولا فتره صغيره؟ الديوريشن اوف اكسبوجر يعني اتعرض فتره صغيره ولا فتره كبيره، وخد جرعه صغيره ولا جرعه كبيره، واي مرحله من مراحل النمو. يبقى التراتوجينز بتعتمد على ثلاث حاجات، اي ستيج البيبي فيه، اي ستيج في البيبي اتعرض فيه، في الاسبوع الاول ولا الثاني ولا الامبريونيك بيريود ولا الفيتال بيريود، ادي الستيج ديفلوبمنتال ستيج. طب الدوز بتاعته، التراتوجين بيعتمد على الدوز، سمول دوز ولا ميديوم دوز ولا لارج دوز ولا توكسيك دوز، ادي الدوز. الديوريشن، قعد ساعه ولا اثنين ولا اربعه ولا خمسه، ادي الديوريشن اوف اكسبوجر تو تراتوجين. بعد كده هنتكلم على اول حاجه من الانفايرومنتال اللي هي الانفكشوس ايجنت. الانفكشوس ايجنت ماشي، ممكن فيروس ماشي، اول حاجه فيروس. نمره 2 بكتيريا. نمره 3 بارازايت. يبقى انا عندي الانفكشوس ايجنت كم حاجه اولا بتسبب البيرس ديفكت، الفيروسز بكتيريا بارازايت. فيروسز ماشي زي ايه؟ dangerous viruses ماشي، list dangerous viruses. dangerous virus ماشي، dangerous virus زي السيتوميجالو فيروس والجيرمن ميزز فيروس والهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس والفاراسيلا. يبقى في dangerous virus وجبنا نماذج له، سيتوميجالو فيروس ماشي، جيرمن ميزلز ماشي، هيومن اميون ديفيشنسي ماشي، فيريسيلا ماشي. يبقى ادي الدينجرس ايه؟ فيروس. الليس دينجرس فيروس حاجات خفيفه زي الميزلز والمامس والانفلونزا والبوليو والهيباتيتس يا ماشي، زي الحصبه ماشي، ابو اللكام ماشي، الانفلونزا ماشي، شلل الاطفال ماشي، هيباتيتس. ادي الليس دينجرس فيروس. يبقى انا عندي في دينجرس فيروس ايه؟ زي سيتوميجالو فيروس، جيرمان ميزلز، هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، فاريسيلا. ليس دينجرس اللي هي ميزلز، مامبس،
انفلونزا، بوليو، هيباتايتس. ادي الفيروسز اللي هي قلنا اتكلمنا من ضمن الانفكشوس ايجنت. نخش على البكتيريا. البكتيريا اللي هي ممكن تعمل لي بيرس ديفكت، سيفيلس، ماشي. البارازايت اللي ممكن تعمل لي بيرس ديفكت، توكسوبلاز. يبقى دي عندي ايه في الانفكشوس ايجنت، ماشي، عندي فيروس، وقلنا الفيروس في دينجرس وليس دينجرس، والبكتيريا قلنا نموذج للايه؟ للسيفيلس، والبارازايت قلنا نموذج للتوكسوبلازم. Complicating factors induced by infectious agent is the most of them lead to hypothermia. Hyper lead to hyperthermia, which implicated by itself as teratogen. Complicating factor introduced by infectious agent is the most of them lead to hyperthermia, which is implicated by itself as teratogen. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الانفكشوس ايجنت. هنتكلم بعد كده من ضمن الانفايرومنتال الراديشن اما حاجه من اتنين، ايونايزنج راديشن واتوميك ايه راديشن. الراديشن حاجتين، نوع من الاشعاع ايونايزنج واتوميك راديشن، ماشي. هواي ليه يا اولاد الراديشن تيراتوجين؟ هواي زي ار تيراتوجين. نمره واحد، كل رابيد بروفوريتنج سيل تقتل الخلايا المتكاثره، تمام، بسرعه. كل ذا رابيدلي بروفوريتنج سيل تقتل الخلايا المتكاثره بسرعه، ماشي. ليد تو جينيتك التريشن اوف جيرم سيل، هتعمل لخبطه في الجينات في الجيرم سيل. بعد كده ادي الراديشن. يبقى الراديشن حاجتين اتنين، ايونايزنج راديشن واتوميك راديشن، وقلنا ان هي تيراتوجينيك ليه؟ عشان كل ايه بتقتل ايه؟ كل ذا رابيدلي بروفوليفريتنج سيل. نمره اتنين، ليد تو جينيتك التريشن اوف جيرم سيل، تمام، ادي الراديشن. دراجز اند كيميكالز، دراجز اند كيميكال دي من ضمن الانفايرومنتال فاكت. يا دراجز، انا الدراجز هاي تيراتوجينيك، انا الدراجز والكيميكال عندي نوعين، هاي تيراتوجينيك، مايلد تيراتوجينيك، سيف. يبقى الدراجز والكيميكالز بيتراوح بين هاي وميد وسيف. هاي تيراتوجينيك، مايلد تيراتوجينيك، سيف. طيب most the drug have teratogenic effect even the aspirin. كل الأدوية لها teratogenic effect حتى الأسبرين. mother يا أم should avoid taking any drug even considerable safe drug during first 2 months of pregnancy. يا أمي الفاضلة، تجنبي أخذ أي دواء حتى لو آمن في الشهرين الأول من الحمل، في أول شهرين من الحمل. يبقى إحنا عندنا دلوقتي أول حاجة بالنسبة للدراجز والكيميكال، كل الأدوية تيراتوجينيك حتى الأسبرين. نمرة اتنين، حتى الأسبرين. نمرة اتنين، يا مزر avoid taking any drug at ايه حتى السيف drug during the first 2 months of pregnancy. أمي الفاضلة، تجنبي أخذ الدواء حتى لو آمن أثناء أول شهرين من الحمل، ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. سامعين يا بنات؟ سامعين؟ ركزوا، سامعين يا صبيان؟
سكزهم. يبقى دلوقتي اي دراج تيراتوجينيك حتى الاسبرين، تجنب اي دواء ماشي حتى لو امل في الشهرين الاولانيين من الحمل. الهاي تيراتوجينيك دراجز زي ايه؟ الهاي تيراتوجينيك بقى ان في قاعدتين اساسيتين هم، تعالوا نشوف الهاي تيراتوجينيك زي ساليدوماي هاي تيراتوجين، انتي ابيليبتيك هاي تيراتوجين، انتي اكزايت هاي تيراتوجين، انتي ديبريزن هاي تيراتوجين، فيتامين اي هاي تيراتوجين، سنسينيك استروجين اند ميني انتي بايوتكس زي التتراسايكلين كلوراميفينيكول ستريبتوميسين اند سافونامايد. انا الهاي تيراتوجينيك دراجز، انا الساليدومايد هاي تيراتوجينيك، انا الانتي ابيليبتيك دراجز هاي تيراتوجينيك، انا الانتي انكزايتي دراجز هاي تيراتوجينيك، انا الانتي ديبريسنت دراج هاي تيراتوجينيك، انا فيتامين اي هاي تيراتوجينيك، سينسيتيك استروجين هاي تيراتوجينيك، انا التتراسايكلين، انا الكلوروفينيكول انا الستريبتومايسين انا السلفونامايد. خلي بالكم مني هاي تيراتوجينيك. انا الالكوهول والنيكوتين، الكوهول اند نيكوتين هاف ديفينيت تيراتوجينيك افكت. الكوهول المشروبات الروحية، المشروبات الروحية والنيكوتين المدخنين، خلي بالكم ان دول ديفينيتيف تيراتوجينيك افكت. وخلي بالك بقى من انسكتسايدز المبيدات الحشرية، من انسكتسايد المبيدات الحشرية خلي بالك منها، اند ميركوري كونتيننج فانجيسايد، فانجيسايدز ار تيراتوجينيك. يبقى انا دلوقتي دراجز والكيميكالز، الدراجز هتتمثل في ايه؟ هاي تيراتوجينيك ومال تيراتوجينيك وسيف. لكن في قواعد اساسيه بالنسبه للدراج، اي دراج تيراتوجينيك حتى الاسبرين. القاعده الثانيه، امه الفاضله تجنبي اخذ اي دواء حتى لو امن في اول شهرين من الحمل، تمام. انا الهاي تيراتوجينيك دراج اشمل الساليدومايد، انتي ابيليبتيك، انتي انكزايتي، انتي ديبريسنت، فيتامين اي، سينسينيك استروجين، ميني انتي بايوتيك، تتراسايكلين، كلوراميفينيكول، ستريبتوميسين، اند سلفونامايد. الكحول اند نيكوتين هاف ديفينيتيف تيراتوجينيك افكت، انسكتسايد، ميركوري كونتيننج فانجيسايدز. ركزوا بقى، ادي الدراجز والكيميكال. لما نجيب سؤال في حته زي دي تبقى شاطر بقى، تبقى عارف الساليدومايد، تبقى عارفهم الهاي تيراتوجينيك دراج. يلا يا واد، بعد كده ماتيرنال دايابيتس ماشي. الماتيرنال دايابيتس الام السكريه، في قاعدة هنا تعرفها، ريسك اوف كونجينيتال مالفورميشن ان تشيلدرن اوف دايابيتيك مذر 3 أو 4 مرات عن الطبيعي. يبقى الريسك بتاع كونجينيتال مالفورميشن هيبقى ايه؟ 3 أو 4 تايم ذات نون دايابيتيك مذر اند هاز بين ريبورتد to be as high as 80% in offspring of mother with long standing diabetes. يبقى الماتيرنال دايابيتس تعرف القاعدة فيها الكونجينيتال مالفورميشن اكتر من الطبيعي من 3-4 مرات. يلا يا واد، من البيرث ديفكت
هنخش على الكروموزومال فاكتور. تعالى كروموزومال فاكتور نمرة واحد نيوميركل، نمرة اتنين استراكشرال، النيوميركل اوتوزومال سيكس كروموسوم ترايزمي، الاوتوزومال ترايزمي 21 اللي هي داون سندروم، الترايزمي 13 و15 و17 و18 سيكس كروموسوم، كلاين فلتر سندروم، تيرنر سندروم، استراكشرال كراي ديوشات سندروم، كراي ديوشات سندروم. يبقى انا عندي الكروموزومال فاكتور، ايه هي الكروموزومال فاكتور اللي تعرفه؟ في عندي نيوميركل، النيوميركل اوتوزومال اوتوزومال و6 كروموزوم و6 كروموزوم، الاوتوزومال ترايزمي 21 بنسميها داون سندروم، ترايزمي 13 و15 و17 و18 6 كروموزوم، كلاين فلتر سندروم وتيرنر سندروم، استراكشرال كراي ديوشات سندروم. وهنيجي نتكلم على كل واحد كلمتين وبس. مركز يا واد، مركز يا شباب، ركز معايا انت وهو. بسم الله، هنخش على الاتوزومال. عادل انجلمان سندروم تبع الاستراكشر، خش بقى على داون سندروم. يا داون سندروم، داون سندروم يبقى هنا هنتكلم على الكروموزوم 21 نان ديس جانكشن اوف كروموزوم نمبر 21، ادي الكوز بتاعه، ادي داون سندروم. انا داون سندروم كوزد باي نان ديس جانكشن اوف كروموزوم نمبر 21 سيل هاف انديفيديوال 47 كروموسوم، 47 كروموسوم. يبقى هيبقى عندي كام؟ 47 كروموسوم في الداون. يلا الانسيدنس بتاعته تحت ال 25 سنة 1 على 2000، تحت ال 35 سنة 1 على 3، فوق ال 40 1 على 100. يبقى 1 على 2000، 1 على 3000، 1 على 100، 1 على 100 فوق ال 40، 1 على 300 فوق ال 35، 1 على 2000 تحت ال 25. يبقى في ال 25 اقل من 25 1 على 2000، في ال 35 1 على 300، في ال 40 1 على 100. يبقى تاني الانسيدنس بتاع داون سندروم، قول لي اللي هناك ركز بالراحة، تحت ال 25 كام؟ 1 على 2000، 1 في 2000. طب في ال 35 كام؟ 1 في 300. طب فوق ال 40 كام؟ 1 في 100. يلا يا واد الفيتشر بقى، الراجل بتاع داون سندروم هيجي لي شكله ايه؟ هيجي لي شكله ايه؟ ماشي؟ هيجي لي شكله ايه؟ جروس ريتارديشن، جروس ريتارديشن منتال، فارينج ديجري اوف منتال ريتارديشن، فارينج ديجري اوف منتال ريتارديشن. يبقى هيجي لي ماشي تخلف في النمو وتخلف عقلي، كرينيو فيشيال ابنورماليتيز، كرينيو ادي كرينيو فيشيال ابنورماليتيز ماشي، هتتمثل في ايه؟ ابورد سلينتنج اي، ابورد سلينتنج اي، ابيكانساس ادي الابيكانساس، فول فلات فيسز اند سمول اريا ماشي. يبقى هيجي لي ايه بتاع داون سندروم؟ جروس ريتارديشن ماشي، منتال ريتارديشن ماشي، كرينيو فيشيال ابنورماليتيز هتتمثل في ايه؟ ابورد سلينتنج اي مسحوبه لفوق عينيه،
نمرة اتنين ابي كنسل فولدس، ابي كنسل فولدس ماشي. نمرة تلاتة فلات فيسز اند سمول ايرز. نمرة اربعة بقى اللي بيجي بقى هاي انسيدنس اوف كاردياك ديفكت، في كاردياك ديفكت، هايبوتونيا، ليكوبينيا، انفكشس، ثايرويد ديسفانكشن اند بريماتور ايجينج. يبقى هيجي معاك ايه؟ كاردياك ديفكت، هايبوتونيا، ليوكيميا، انفكشوس، ثايرويد ديسفانكشن اند بريماتور ايه؟ ايجينج. يلا يا اولاد ادي داون سندروم، فاهمين ايه؟ يلا بالسلامة. خشوا بعد كده كلاين فلتر سندروم، كلاين فلتر سندروم، كلاين فلتر سندروم هتقول ايه الكوزز بتاعها؟ ايه نون ديسفانكشن اوف اكس كروموزوم، السيل اوف ذس انديفيديوال هاف 44 بلس اكس اكس واي. يبقى احنا عندنا دلوقتي نون ديسجنكشن اوف اكس كروموسوم، السيل اوف ذس انديفيديوال هاز 44 بلس اكس اكس واي. الانسيدنت بتاعته الكلاين فلتر 1 على 50 على 500 في الميل. الفيتشر بتاعته افكتد ميل، افكتد ميل، يبقى الافكتد افكت ايه؟ الميلز، هياخد الميلز. لونج ستيتشر، ادي لونج ستيتشر. استيريليتي، استيريليتي، تستيكولار اتروفي، تستيكولار اتروفي، جاينيكوماستيا، جاينيكوماستيا، سام ديجري اوف منتال ريتارديشن. ادي الفيتشر، وهتاخدها اصلا الحاجات دي بتقدم ان شاء الله في البيدياتري. يبقى احنا عندنا دلوقتي الكلام فلتر المانيفستيشن بتاعته هيجي في الرجاله، ويبقى لونج ستيتشر معاه تستيكولار اتروفي ومعاه جاينيكوماستيا، وبعد كده بعض الدرجات من المنتال ايه؟ ريتارديشن. ادي الكلاين فلتر. خش على الترنر سندروم، ترنر سندروم ماشي، نون ديسجنكشن اوف اكس كروموزوم، السيلز اوف ذيس انديفيديوال هاف 44 ماشي 44 بلس اكس 0 ماشي. هنشوف بعد كده النسبه بتاعته 89% 89% of its die spontaneously ماشي. يبقى 89% بيموتوا ايه؟ تلقائيا. الفيتشر بتاعته افكت الايه؟ ترنر سندروم افكت الفيميل، ادي الفيميل شورت ستيتشر عكس ايه؟ الثاني. يبقى افكت الفيميل شورت ستيتشر معاها ستيريليتي، اوفراين اتروفي، اوفراين اتروفي، منتال ريتارديشن، برو تشيست وذ وايد سبيس نيبل. يبقى انا عندي دلوقتي الترنر سندروم يا واد افكت الايه؟ الفيميل، وشكلها شورت ستيتشر، والوضع بتاعها السيريليتي، هناك تستيكولار اتروفي، هنا اوفيريان اتروفي، هناك منتال ريتارديشن، هنا منتال ريتارديشن، هنا برو تشيست وايد سبيس نيبل ماشي. ادي الترنر سندروم. كراي ديوشات سندروم، بارشال ديليشن او شورت ارم اوف كروموزوم 5. السبب بتاعه بارشال ديليشن اوف شورت ارم اوف كروموزوم 5. الفيتشر بتاعته كات لايك كراي، كات لايك كراي، يبقى بيعيا زي القطة. مايكروكيفالي منتال ريتارديشن كونجينيتال هارت ديزيز. يبقى احنا عندنا دلوقتي كات لايك كراي، مايكروكيفالي منتال ريتارديشن كونجينيتال هارت ديزيز. ما عارفين المعلومات دي يا اولاد؟ الكات لايك كراي عايز زي القطة. كات لايك كراي مايكروكيفالي منتال ريتارديشن كونجينيتال هارت ديزيز. يلا البيرس ديفكت نعرف كمان انجل مان سندروم، انجل مان سندروم
ديليشن اوف شورت سيجمنت اوف لونج ارم اوف كروموزوم 15 الانجلمان سندروم عباره عن ايه؟ ديليشن اوف شورت سيجمنت اوف لونج ارم كروموزوم 15 كروموزوم 15 حصل له ديليشن الفيتشر بتاعته منت ريتارديشن كان نوت سبيك بور موتور ديفلوبمنت اند بروفيكت اند برولونجد بيريود اوف ليزر. ماشي يا اولاد؟ ادي الانجل مان سيندروم. ماشي؟ ديليشن اوف شورت سيجمنت اوف لونج ارم اوف كروموزوم ايه؟ 15. نفس النظام، حط القاعده منت ريتارديشن كان نوت سبيك بور موتور ديفلوبمنت اند بروفيكت اند برولونجد بور بيريود اوف ليزر. ادي حالات الانجل مان سيندروم. يلا يا اولاد فاهمين يا حبايبي؟ ركز بسم الله. يلا خليك لماح يا واد انت وهو. خش بعد كده على الجينيتك ايه فاكتورز. الجينيتك فاكتورز، الجينيتك فاكتور هنتكلم بقى. سنجل جين ميوتيشن ار ريسبونسبل for about 8% of human congenital malformation. جين واحد ماشي حصل فيه لخبطة هيدي لك 8% من congenital malformation. ادي اول نقطة في الجينيتك. some important metabolic diseases ماشي caused by single gene mutation for example في نايل كيتينويريا هيموسيستينويريا ان جالاكتوزيميا جالاكتوزيميا جالاكتوزيميا. يبقى الامبورتنت الميتابوليك ديزيز هتاثر على بعض الجينات زي الايه الفنايل كيتينويريا هيموسيستينويريا ان جالاكتوزيميا. يلا يا اولاد ادي اللي احنا بنقول عليه جينيتك ايه فاكتور. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.